انفرد الهلال وحيدا بصدارة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تغلب على التعاون بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب المرحلة الرابعة عشرة. لم يعطي الهلال ضيفه وقتا لجس النبض، بل أجهز عليه مبكرا بهدف بعدما قصية مذهلة من جوميز يصعب وصف تفاصيل مشوار الكرة حتى ولوجها للشباك. يدخل التعاون أجواء اللقاء ويبدأ البحث عن معادلة النتيجة. أول المحاولات الصفراء تنتهي دون فائدة، محاولة أخرى بمقصية من توامبا ولكن لخارج المرمى. يرد الهلال بتمريرة بالكعب من جوفينكو ليفيتو الذي يسددها بسرعة تصل سهلة لكاسيو أنغوس. هجمة تعاونية منسقة وتمريرات متبادلة بين الجوي وعبد الله ساني تنتهي للجوي يسددها ترتطم بالدفاع الهلالي ثم بالقائم الأيسر وتتحول لضربة زاوية. يحاول السكري عبر ضربة زاوية تصل لنواف الصبحي لم يحسن التعامل معها بعد تدخل من عبد الله المعيوف. الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تشهد عددا من التسديدات من قبل لاعبي الفريقين جميعا ذهبت صوب المرمى ولكن بين أحضان حارسي المرمى. الشوط الثاني يشهد بداية شبيهة بتلك التي كانت في الشوط الأول، لعبة مقصية رائعة من فيتو تنتهي في الشباك التعاونية هدفا ثانيا للهلال. تقنية الفيديو تتدخل وتحسم الجدل بصحة الهدف. تصعب مهمة الضيوف لكنهم لم يتوقفوا عن تهديد مرمى المعيوف. توامبا يحاول تقليص الفارق بتسديدة من داخل الثمانية عشرة، يبدأ المعيوف في التصدي لها. يتبعه علي النمر بتسديدة أخرى وأيضا يقف لها المعيوف بالمرصاد. رد هلالي برأسية من جوميز لم يكتب لها النجاح لتذهب خارج المرمى، ثم رأسية تعاونية تنتهي بين أحضان المعيوف. لتنتهي المباراة بعد ذلك ومعها رفع أزرق العاصمة رصيده للنقطة 29 في صدارة الترتيب، بينما بقي السكري على نقاطه 21، وسيلتقي الهلال في الجولة القادمة فريق الفيصلي في المجمعة فيما سيواجه التعاون شقيقه ضمك في بريده.